هذا وأكدت الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن قناة الجزيرة مستمرة على نهج نظام قطر القائم على الكذب. الجزيرة مستمرة في نفس ذات النهج القطري للنظام القطري، لا تريد الصلح ولا تريد أن تكون عضو فعال في دول مجلس التعاون ولا تحاول أن تكون حتى جارة شقيقة. هي مستمرة في نهجها اللي تعتمد في على الكذب، الفبركة، الخيانة، الطعن في الظهر، كل ما ممكن أن يضر بأشقائها في مجلس التعاون على استعداد أن تقوم فيه. عندها مشروع مستمرة فيه، نظام يعني حمد بن خليفة ما زال مستمر في أداء ما كلف به، وهو تفكيك مجلس التعاون وتفكيك التحالف العربي والطعن في كل الدول العربية وفي أمنها وسلامتها واستقرارها. المفارقة الآن لما تتكلم هي عن الحقوق، نعم. يعني دولة بلا دستور، بلا ممثلين للشعب، سجلها سيء بالنسبة حتى للعمالة الأجنبية وكل المنظمات الحقوقية تتكلم عنها، نعم. وتأتي تتشدق هي عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين. التعاون اللي موجود بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين بخصوص الأمن وبخصوص مراكز التأهيل تعاون وثيق، وقطعت فيه البحرين شوط كبير، نالت فيه كثير من الإشادات من خلال المراكز المؤهلة. يعني هذا الكلام اللي الجزيرة تقوله تعودنا عليه، والآن زادت حدته خاصة قبل عقد القمة الخليجية وللتغطية على كل الإساءات اللي تقوم فيها والمخالفات اللي تقوم فيها خاصة في موضوع الصيادين.